انا بشكل عام فنانه تشكيليه، انا جربت كثير انواع من الرسم وكثير انواع من الفن، بس اكثر شيء جذبني واكثر شيء حبيت انه اوظف الفن فيه والالوان والفن التشكيلي فيه هو الخشب، عشان هيك اشتغلت عليه اكثر وحسيت انه انا بخرج قطعه فنيه من خلال الخشب. انه يكون لي لقدام او في المستقبل ان شاء الله مكان يضم انا واعمالي ويكون في تصوير ويكون خاص بي انا في هذا المشروع. كانت موهبتي في الرسم كانت من وانا صغيره، كنت موهوبه من وانا صغيره طبعا، بعدين صقلت هذه الموهبه بالدراسه، درست في كليه الفنون الجميله بجامعه الاقصى بكالوريوس تربيه فنيه، طبعا الدراسه صقلت الموهبه عندي، رسمت كثير، رسمت كل الاشكال، رسمت بالالوان، رسمت بالفحم، رسمت بالخشب، رسمت بالمائي.